تحيات لكل الأصدقاء والمتابعين وافتتاح فرع فلافل الدمشقي في منطقة الأمين شارع النواب على طريقة الدمشقية. حي الله متابعينا الغوالي، حي الله الأمين، حي الله شارع النواب وأحلى رماس جابة شارع الفلافل شاورما طلع وخر الفنجر عافيات وكل وكل اخوك هذا وكل المواطنين وكل وكل القوه المفرطه. حي الله الذي البلديات بابا عبد الحديد يضرب كله كباب ودجاج وقاص. يلا حين وين الطلب؟ تاخروا؟ لا خف ايدك خف ايدك، مشي المواطنين مشي المواطنين. يلا عيوني اشتغل اشتغل قص قص خلي يشوفونك احلى شاورما الدمشقي على الطريقه السوريه. باوع عين باوع فلافل وشاورما الدمشقي، هنا حلب هنا سوريا هنا بلاد الشام هنا دمشق. رب ولد باوع الصاج باوع الصاج وحي الله جعفر السوري، حي الله جعفر البطل منور. باوع الفلافل اشتغل اشتغل على الفلافل، الجماعه صار مساعة قاعدين خفينك. حي الله المواطنين، حي الله الامين شارع النواب هنا دمشق. باوع عيوني هذا الكرسي والسفن خلاص، اضرب اضرب الصاج باوع استوى جهه وجهه ثانيه قطع باوع شلون راح قطع. لاحظ اللمسات السوريه باوع، هذا صاج فلافل لو شاورما فلافل حتى الفلافل صار الصاج. عندنا فرع بالزعفراني اربع شوارع وهذا فرعنا في منطقه باوع الفلافل عاش جديده باوع الفلافل. خلي ياكل الفقير لفه بالدينار فلافل سوريه. باوع يقول لك الفلافل مصريه طلع سوريه باوع يقليها 100% ما يطلق يعني فلافل الدمشقي شاورما الدمشقي في منطقة البلديات والأمين شارع النواب. عاشر في ذلك باع الصواني باع الزخرفات لاحظ الفنجر والبهارات الخاصة السورية والصاج والتشكيلة باع شوانيله خفيفة تجهز العوائل بالسرعة الممكنة وعلم ساعات عاش جديدك باوع. احنا منا علاقة بالكاشير وبالطلبات، احنا علينا بالطبق باوع دي يسوي زغرفة باع الزغرفات عاش جديدك عاش جديدك. باع الخلفة يا ابا باع الخلفة شو اسمه الخلفة السوري ابايا، حي الله ابايا باع شلون باع الجباية وخلى صدر الدجاج الشاورما راح يغطي بالدين مال البيئة ويخليها بالنار. هاي الخلفة باوع ايده ما تشتعل، الرجل الناري ابو هاي السوري. خلى قطور وثومية وخلى خلطة سورية وهاي الشاورما بعد ما تخلي باللفة واللفة ب 2000 دينار 2000 دينار 2000 دينار خليها كل الفقير باوع خليها بالنار بالنار. يا نار كوني بردا وسلاما على وهاي حتى ظهره مختوم الدمشقي شفخت الدمشقي باوع باوع خبره 20 عاما من سوريا والعراق شاورما الدمشقي في منطقه الامين شارع النواب وايضا فرعنا بالزعفرانيه منطقه اربع شوارع لفه ب 2000 دينار خلي ياكل الفقير ب 2000 ونص مش كان قطيه بسياسه ب 3000 باوع الطبق لاحظ الطبق من شاورما الدمشقي عاش جديد باوع الفلافل هنا دمشق في بغداد منطقه شارع النواب واحلى رماش للدمشقي عنوان الفلافل والشاورما عاش جديدك.